أكدت وزارة الإسكان في بيان لها أن فريق طوارئ تصريف مياه الأمطار المشكل من قبل الوزارة لرصد ومعالجة تجمع مياه الأمطار في المشاريع الإسكانية لم يرصد خلال اليوم الثالث لسقوط الأمطار على مملكة البحرين سوى حالة واحدة لتجميع المياه في منطقة الهملة لأسباب يقوم الفريق بدراستها ومعالجتها منذ مساء الأحد. وقد تم التنسيق مع فريق الطوارئ بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ميدانيا لشفط المياه، ولم يغادر الفريق الفني إلا بعد التأكد من شفط المياه بشكل كامل وفحص شبكات تصريف مياه الأمطار لمعرفة مكمن الخلل الذي حدث بعد هطول الأمطار الرعدية ظهر اليوم. وبينت الوزارة أن موقع جد حفظ الإسكاني شهد حادثا تخريبيا متمثلا في قيام مخربين بقطع الأنبوب الموصل بمضخة المياه بواسطة آلة حادة بهدف تسريب المياه إلى الطرقات وحديقة المشروع، إلا أن الفريق الفني استطاع إصلاح الأنبوب على الفور وسحب المياه إلى نقط التجميع، علما بأن حديقة المشروع لم تشهد بدورها تجمعات كبيرة لمياه الأمطار، كما تم تصوير الأمر وتداوله في وقت سابق. حول هذا الموضوع معنا على الهاتف المهندس فهيم عبد الله رئيس قسم إدارة الممتلكات بوزارة الإسكان. بداية وبعد التحية، ما هي أهم المشاريع الأخرى التي تضررت من هذه الأمطار وما هي الأسباب وراء تجمع المياه فيها؟ في الواقع أمسي عليك أختي سهير وعلى المستمعين والمستمعات الكرام. في الواقع فريق طوارئ تصريف نظام تصريف مياه الأمطار في المناطق الإسكانية تم تصميمه وتخطيطه وتنفيذه وفق إشراف هندسي معتبر، لأن هناك بعض المناطق شهدت بعض تجمعات الأمطار. نعم. طبعا كان هناك فريق طوارئ يراقب كل مشاريع الإسكان التي تم توزيعها حديثا، وكذلك المشاريع التي لم يتم بعد تسليمها لوزارة الأشغال، حيث لوحظ في اليوم الجمعة أو مساء يوم الجمعة تجمع مياه أمطار محدود في منطقة جلالي، حيث باشر الفريق بالوصول للموقع، وفي فترة بسيطة تم معرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك، وهي كانت مركزة في بعض الانسدادات. ومن خلال أعمالنا في تنظيف هذه الشبكة اتضح أن هناك سبب رئيسي، وهو استخدام بعض المنتفعين أو تصريف بعض المنتفعين للمواد الأسمنتية أو مخلفات المواد الأسمنتية. نعم. والتي أدت إلى تصلبها في داخل بعض الأنابيب، وهذا ما أشرنا إليه في الوسائل الإعلامية السابقة. نعم. حيث طبعا قام العمل تم العمل حتى ساعات متأخرة من الليل حتى تم تأمين أولا شفط كميات المياه الأمطار، ومن ثم أيضا العمل حتى يوم السبت أو مساء السبت في فتح الشبكة بعد استخدام معدات وآليات متقدمة جدا. كم استغرق الوقت الذي يعني لحل هذه المشكلة في الهملة تحديدا؟ استغرق العمل في فتح السدادات التي تضررت بواقع أو رمي مخلفات البناء تقريبا يومين كاملين، مع بوجود فريق طوارئ نظام تصريف مياه الأمطار منذ الصباح الباكر حتى منتصف الليل. نعم. هل هناك مبادرات معينة ستقوم بها الوزارة طبعا لتفادي هذه المشكلة مستقبلا؟ طبعا احنا دعونا ولا زلنا ندعو كذلك المواطنين الكرام الى الحفاظ على نظم تصريف نظام او نظم تصريف مياه الأمطار في مناطق الإسكان، ومن اهمها ما يطلق عليه بالجاليز او حفر تصريف نظام او تصريف مياه الأمطار، أن لا يتم وضع المواد البناء بجانبها، أن لا يتم تصريف مخلفات. نعم. المواد البناء إلى هذه النقاط الهامة، لأن المتضرر وكما هو واضح جدا هم أهالي المنطقة. أهالي المنطقة بالفعل. نعم. نحن سنقوم بواجبنا الذي متمثل في فتح هذه القنوات وتوفير الخدمة وإزالة الضرر عن أحبتنا وإخواننا في هذه المناطق، ولكن أيضا نطلب من عندهم أيضا أن يتعاونوا معنا في الحفاظ على هذه الشبكات. نعم. المهندس فهيم عبد الله رئيس قسم إدارة الممتلكات بوزارة الإسكان، شكرا جزيلا لك.